ينبغي علينا في مسيرتنا العلمية والعملية والروحية أن نهتم بهذه الأشياء الثلاثة. الشيء الأول أن تكون الهمة همة عالية، المرء يطير بهمته كما يطير الطائر بجناحه. القضية الثانية أنه واحد من البداية يوطن نفسه على أن يتحمل جميع المشكلات. أصلا بهذا التوطين حتى وقع المشكلات يكون أخف على نفسه، لأنه إذا واحد متوقع مشكلة ما يتأثر كثير، أما إذا واحد ما متوقع مشكلة هذه المشكلة تضغط قلبه. هذا الشيء الثاني. والشيء الثالث، في كل الأحوال أن لا ننسى أن هنالك بعدا غيبيا، وهذا البعد الغيبي لا ينال بهذه الأسباب المادية.